من عبق التاريخ العماني القديم. تتألق ولاية نزوى بما تحتويه من معالم تاريخية وبأهميتها الاستراتيجية على مر العصور، وإلى وقتنا الحاضر لا يزال هذا التألق العظيم يبرق في أجواء ولاية نزوى. الدراجات النارية شغف يجري في دماء أبناء ولاية نزوى، وأصبح كجزء لا يتجزأ من حياتهم اليومية. مشان دراجة، أنا عندي كل دراج وسيارة. دراج يوم يكون ما باغى سامان، يعني معناته أشل دراج، يوم باغى سامان أشل سيارة. دراج في الحارة داخل تمشي بسرعة، ما مثل السيارة تريوس ورقع وقف ما أدري إيش. هذا بمرة 5 دقائق من البيت إلى السوق وأنت مرتاح. سيارة غير، سيارة تطلع ما تطلع من الحارة، تقل برا. والله الشباب بوتو صراحة إن ما يروفوا دراجة، يعني وما يمشوا يعني سيدة كما يعني واحد عاقل وذاك. أنا عندي دراجة 13 سنة، بنشر ما بنشر بعده، لكن هذا اليوم الشباب صراحة إنهم برا يختار بالحليب. يبغى عضلات دراجة بقوة، وبعدين أنا ما أسوق ببطة، أسوق بكلتش 125 سيسي. رحت بالنضيبي بالحفوس ورحت بمسقط وصرت بالحمراء، كل مكان أروح على من أول يعني من 76 أسوق، لكن تو ما أسوق دراج. تلتفت يمينا أو يسارا من أدنى نزوى إلى أقصاها، لا تجد شارعا خاليا من هذه الدراجات بمختلف الأنواع وتقال من مختلف الأعمار لتقضية أمور الحياة اليومية، ومنهم من يقودها كهواية له. الدراجات النارية أصبحت كفيلة بأن تكون بديلا ناجحا للسيارات في نزوى. والله الدراجات ما نوع واحد موجودات، بس أنت شفت هذا النوع موجودات يمكن 5 أنواع 6 أنواع، شيء 100 سيسي 50 سيسي، هذا النوع 90، وشي رابتر وشي بانشي موجودات، بس يمكن الصباح اللي يطلعن، بس لأن عسب الشرطة وهذا فصعب تطلعن الصباح. الشوارع مكتظة والحارات مليئة، تسمع أصوات الدراجات من كل مكان وتشاهدها بمجموعات غفيرة في كل الأوقات. بمرور الزمن وباختلاف الظروف تتغير استخدامات هذه الدراجات حتى تواكب مجريات العصر التي تعيش فيه. الدراجات النارية من قديم الزمان وإلى عصرنا هذا، وما زالت تتابع انتشارها وشهرتها في نزوى، حتى من الممكن أن نقول أنه يجب أن تدرج هذه الظاهرة في موسوعات نزوى التاريخية والحضارية.